هذا المفروض انه بيت تايواني قديم، يعني يوريك المعمار شلون صاير. تمام، بيبان المقاسات. تمام، هني شنو هذا؟ يعني المفروض انها غرفة، ما ادري شنو هذا. المهم شوف، بما اني يلا ادش من الباب، فغالبا القدامة قصار، البيبان حيل ضيقة والوضع حيل سيء، تنزل راسك. يعني مثلا هذا باب، تمام، انا اذا وقفت على هذه ما اقدر ادش، فلازم انزل بالشكل هذا علشان اقدر اشوف المطبخ. المفروض ان هذا مطبخ صح ولا لا؟ غرفة الطعام، وهني الباب اللي يودي للمطبخ اللي كنا فيه. شوف، اكيد انك راح تاخذ هذه المعلومات من واحد يسافر دائما فيقدم لك المعلومات من الكتالوج. انا ما اقرا هذه الاشياء، انا دش ادعوم. درجة حرارة عالية جدا، حر المكان هذا. هني في شيء ثاني. تمام، هذا شكلها غرفة طلبة مثلا. هذا بلكونة مطلع على البحيرة. في عندهم يا جماعة بحيرة السلاحف، انا شايفها بس ما ادري وينها. تمام، هذه فاشينيستا صينية قاعد يصورونها. اوكي، بعدين ما ادري هذا المخرج. المخرج راح اكون محظوظ جدا. لا والله، يا ساتر يا ساتر، كل شيء قصير هني، كل شوي تراعي راسك. شوف مثلا هذا اعلى مكان انا اقدر اوقف فيه، يعني المسافة بيني وبين هذا شبر. يعني مثلا هذا المكان ثابت، قدروا يستغلونه كمعلم لهم. احنا عندنا شوية بيوت شعر وبيوت طين انهدمت. يعني كل ما جاء خليفة اسلامي هرب من الحر وراح اسس له مملكة ببغداد، ولا اسس له مملكة بحلب، ولا بغيرها، اخر شيء دويلات الاندلس. فشبه الجزيرة صارت فاضية، ما فيها شيء، ما فيها معالم، شوية صحراء. الرحلة قاربت على الانتهاء، المفروض اني راجع تاريخ 2. المعرض رحت لليوم تكرار، يعني في اماكن ما تستاهل التصوير او التسجيل. كم معلم سياحي شفته، بس انا مو مودي معالم سياحيه بصراحه. اغلب المعالم السياحيه اللي هنا معالم سياحيه عائليه. حراره 31 لا تصلح للاماكن المفتوحه، الاماكن المغلقه ماشي. اغلب الاماكن السياحيه اللي هنا بحجز مسبق، يعني مثلا انا كنت بحجز من طاد، اقرب حجز هو 2 اللي هو سفرتي. حجز طيران مثلا، كنت بركب طياره تعلم طيران مده 60 دقيقه مثلا. ايضا اقرب حجز تاريخ 5، فانا مو منظم هذا الامر اصلا. لا زالت اسواق الاونلاين اسرع، احدث وارخص من اي اسواق محليه. فمثلا اغلب الاجهزه اللي معي حاليا الحصول عليها بتايوان غير ممكن. يعني مثلا شاومي تايوان لا يملك بلاك شارك 2، شاومي الصين اذا تذكرون لا يملك بلاك شارك 2، بينما الحصول عليه اونلاين اسرع. المتاجر اونلاين هي انسب مكان تشتري فيه جديد التقنيه، لان اغلب القطع اللي انا اشتريت اللي نزلت السوق بعد 6 شهور وبعضهم سنه اغلبها اونلاين، واشتريها برخ، يعني ما بيقول لك رخصه تراب، بس منخفض الثمن جدا. مثلا قطعه انا شاريها 25 دولار، كلمتكم عنها اكثر من مره، المودم اي اكس صارت 28 دولار. يعني لقيت محل كاتب كيلر 1650 اللي هي واي فاي اي اكس، انا شاريها 28 دولار تقريبا، كم سعرها 100 دولار. متى توصل؟ بعد اسبوع. اطلبها اونلاين توصلني خلال اسبوع تقريبا، 5 ايام بربع قيمتك. ريد ماجيك 3 بالشحن، ون بلس 7 برو وصل الشحن من زمان، الاسوس ار او جي 2 ما في معلومات عنه، زين فون 6 رفض الطلب بالموقع الفرنسي، اكسبيريا 1 وصل سعره 800 جنيه استرليني تقريبا، يعني 400 دينار، او على حسب الموقع اللي تشتري منه. غالي عليه، شنو في زود، يعني غالي عليه حيل الرقم هذا. يعني عطني اياه ب 600 دولار اقول لك والله زين، يعني فرصه. يعني طول امس اضغط كليك وتراجع، يعني اوصل اعبي البيانات اشتري، والله ما يستاهل. لا يمكن علشان والله ما يستاهل. قعدت مع واحد تايواني اصلي طيب، وقال لي روح الفريج القديم، الحاره القديمه، اعطاني العنوان هذا. هذا الفريج القديم اللي هو الحاره القديمه، مثلا في اشياء معدله مجدده.
الباب اللي يلا تدش منه. ان شاء الله يتحملني هذا بس. اعوذ بالله سلامه. طبعا في مناظر ما تقدر تصورها يعني. ماشي يا جماعة، ليش الأبواب بالشكل هذا يعني؟ يعني هم كانوا أقزام قبل ولا شو السالفة؟ شوف مثلا، شوف ها، شوف أنا ما أقدر أدش ترى إلا نزل راس بس انتهى الفريج. أو عبارة عن مثلا 10 مباني صغيرة بجانب بعض. يعني حلو الواحد ياخذ معلومات الماضي والكلام هذا، بس في ظل تواجد الانترنت اليوم اغلب هذه الاشياء تقدر تشوفها. ترى تعداد سكان 24 مليون نسمة، الفيش ثنائي صيني صغير، الشوارع الازدحام فيها عادي، مستوى المعيشة انا اشوف انه عادي جدا، السيارات اغلبها متوسطة الى منخفضة، هذا الجدران محطوطة داخل زجاج عشان ما تنهدم، عشان تحافظ على نفسها. هني صور لي المعيشة سابقا، ترى مو هي مو واضحة اصلا، يعني هي مضللة حسافة. والله كنت بوريكم جدة عمرها 1000 راكبة سيكل اللي هو موتور سايكل وعادي عايشة. الحين يجب علي ان اهرب من هذا المكان القديم واروح حق ناطحات السحاب. هذا الريد هاوس اللي هو البيت الاحمر، ما ادري شنو الموضوع الحين بستفسر. البيت الأحمر هذا شيء اللي شيد اليابانيين حسب القصة اللي هني، بجانب ستور ماركت. شنو بعد؟ للحين مو وصلتني قصتي، ترى قاعد أقرأ هني مو واصل الفكرة. عموما هذا المفروض انه شارع حيوي. طبعا هذاك اللي هناك اللي هو البيت الاحمر، اخر الشارع ايضا في معلم ثاني. اتوقع سياحيا ضبطتكم، انا ثلاث ارباع المعلومات غلط، وعندنا نفس البيت الاحمر هذا القصر الاحمر بالكويت. القصر الاحمر طبعا فكرته غير عن هذا، يعني مو اليابانيين جو ما ادري شنو مشوا، لا يوم انهم غزونا، يوم ان احنا ابتكينا منهم. ترى كلها الدرب عشان شوية الحديد هذه. هذا معلم جوجل تريبس، يعني ضارب كل هالمشوار عشان شوية حديد. طيب خلنا نرتاح شوية. أنا أقول لكم سالفة القصر الأحمر أحسن من موضوع البيت الأحمر هذا. هذا يا طويل العمر ولا لا؟ خله لا. الحين قصة البيت الأحمر ما راح أسلم على نفسي أقول لهم القصر الأحمر بعد ما نخلص. عموما المعلم التالي، الوجهة القادمة راح تكون هذه اللي هو التلفريك الشفاف من أسفل. رأي شوي بعدين أروح حق غوندول أتوقع اللي هو التلفريك الشفاف. طبعا بعيد عنا الشلالات، ممكن إذا قدرت. تمام، هذا واحد من أشهر محلات الشاي عندهم، يقدم شاي مع ست، يعني تختار انواع من الكيك. اسمه تشاتشا ذا او ذي، لحظه انا اقلب لكم. هذا اسمه. انا اوريكم تحسين الشاومي بلاك شارك 2. شوف الحين هذه الصوره بتليفوني، اوكي شوف هني. شوف الحين لقطه عندي راح تكون بالشكل هذا. شوف راح اخذ لقطه تعتمد على AI. كليك شوف جوده الصوره. ترى المكان الإضاءي منخفضة، فشوف الصورة بالإضاءة المنخفضة، هذه بالإضاءة العالية. الحين منقل الإنترنت أنا من الهاتف إلى اللابتوب، طبعا أقدر أدخل السيم كارد باللابتوب وأشتغل دايركت، بس أنا بفرض إني
بستخدم الجهاز فما اشغل هوت سبوت واي فاي، احرق بطاريه التليفون واللابتوب بنفس الوقت، اطفي الواي فاي على اللابتوب اصلا واستخدم سلك اليو اس بي توصل، بعدين تروح حق نتورك هوت سبوت يو اس بي، صار عندك نقطه اتصال يو اس بي دايركت على اللابتوب. هذا الشاي وصل، شاي الاسود التايواني يعني طعمه اقرب لي افضل عندي من الشاي اللي متعودين عليه، يمكن ينافس التركي مثلا. اذا نشرب الشاي مع الكيك ونقدم لكم تحديث لهذا الجدول مع المي 9 تي، هذا بقيمة 400 يعني 4 دانير تقريبا. هذا الفول سيت ما سألت كم سعره للحين. تجربة ممتازة، الخدمة ممتازة، الاهتمام، تقديم الماي أول شيء، الطبق نظيف ومنقينا على الفرازة، أغلب الأصناف زينة مو كلها طبعا يعني 80%، يعني حبيت التجربة هذه. يعني شوف الاهتمام، هذا جاهز قبل لا تتحرك أنت. شوف هذا اللي ما له مصلحة بالموضوع إنك قاعد تأكل كيك، لكن شوف هذا يعني تحياتي. طبعا جيت خلوني اختار الطاولة اللي أبي، أنا قاعد على أكبر طاولة هني والأمور تمام، ما قال لي لا أنت واحد وقعد على الطاولة هذه بروحك نفس ما حصل معاي بالمكان الفلاني. سالفة بين داشة، عزمني صديق حبيب عزيز في الرياض، زرته حياك وين تبي؟ قلت له امش. قال لي ترى الوقت هذا متأخر، المطاعم شوية يعني يمكن فاتحة يمكن لا، فقلت له مو مشكلة. كان الساعة 11 أتوقع، رحنا لمطعم بالرياض تمام، دشينا مطعم فاضي يصفر، هو عطوني عطني يعني صحرة، دشينا مطعم ما في إلا أنا وصاحبي حياك، ففي طاولة 4 أشخاص يعني كرسيين قعدت عليها. قال بعتذر منك أنتوا 2 تقعدون على الطاولة هذيك اللي بجانب المحاسب، متى تسكر؟ سكر 12 أو 1. طيب المكان فاضي بس بعتذر منك، قوانين المكان هيك. أعطي رقم الأونر، لا بعتذر منك، دبرت رقم الأونر، اتصلت على الأونر. الأونر لما عرف الموضوع زين ما حب راسي، يعني هو ما يدري أنا أدري أنه ما يدري لأن أنا عندي نفس البزنس، فقلت له هذا خطر عليك، ترى مالك المطعم ما يدري، يعني هذا المدير تصرف فردي من عنده، نفسيته خايسة، عنده مشاكل شخصية، عنده مشاكل نفسية صفيها معاك، بس الأونر أكيد إنه مسوي بزنس مو علشان يجي يتطاول عليك أو يتنقز على راسك أو يحط قوانين، أو بالنهاية أنت رأس ماله. بالنسبة للتلفريك الكريستال الشفاف ما أقدر تروح له بسبب إن الشمس غابت، فالوضع صار أسوأ. هم يفتحون للتسع بس ما في شيء راح تشوفه. كان في أبليكيشن جيد على الفيسبوك ممكن تحصله مفصول، يقدم لك الدول اللي أنت زرتها يعني العواصم والدول اللي زرتها، ويحدد لك كم دولة زرت كم عاصمة زرت. أبيت الأبليكيشن، بعدين اكتشفت إن أنا مسافر كل الخليج، مسافر دول بأفريقيا غريبة مثل زنجبار، جزر القمر، الصومال، السودان، مصر، تونس، ليبيا، الجزائر ما قدرت أجيها كان يبون طلب أو زيارة، المغرب ما جيت للحين. الدول الأوروبية اللي قعدت فيها فترة اللي هي أسبانيا، برشلونة بسبب المعرض، برلين بسبب المعرض، فرنسا، بعدين دولتين يم فرنسا، بعدين الدولة الغريبة اللي رحنا لها بجانب تركيا إذا تذكرونها اللي هي شرق أوروبا، البوسنة، تركيا اللي تنحسب أوروبا معناها بآسيا، الصين 6 مدن، كوريا سيول، تايوان، شنو في بآسيا بعد؟ في بآسيا الهند اللي هي رحلة بانجلور اللي أنا رحت 7 أيام تسممت 6 أيام بانجلور جوجل، هذه الهند بعد، أمريكا والعياذ بالله، أمريكا تروح لها تنذل، تروح هنا يحققون معاه كمجرم، خير شو موديك السودان؟ شو دخل أمك شو موديني السودان؟ يستهبل النظام على علاقة ممتازة بأمريكا أصلاً، يستهبل إن السودان تعتبر مثلث الشر، مش يستهبل على منه؟ يستهبل على منه؟ الأردن، لبنان، سوريا، الأردن، لبنان، سوريا، في دولة فوق بعد الأردن، لبنان، سوريا، شنو؟ يعني من المواقف كنت بمطار سوريا، كان في صورة، كنت صغير بالعمر، كان في صورة ضخمة حق حفظ الأسد من الارض للسقف، او ضخمه يعني اول مره اشوف صوره مرسومه بالحجم هذا، اتوقع انها مرسومه يعني. فوانا طالع فوق وانا نزل راسي جاني واحد ضربني افه عسكري يقول مو عاجبك، يعني متحامي بالاسد. طبعا خلي يسوي هذه الحركه عسكري كويتي بواحد سوري بالكويت، شوف شو يصير بالعسكري. عموما مو موضوعنا. ايضا موقف بالاردن، انا درست بالاردن سنه ونص، كانت بالنسبه لي سنه ونص العجافه بحياتي. فكان في دكتور يعني بدون ذكر اسماء
يدرس ولا خله بدون لا يدرس. فقال لي ولا شو عملت لفلسطين؟ طبعا قبلها حوار. فقلت له والله انا على بعد 1400 كيلو عن فلسطين، انت على بعد 60 كيلو، انت شو عملت لفلسطين؟ فطردني برا المحاضره. طبعا حط علي اكس كبير بعدها. بعد من الدول اللي رحت لها مثلا السودان، خلينا نقول لكم ايضا من الدول اللي دشيتها من الامور الغريبه فيها عمان اللي هي السلطنه. اغلى تاكسي ركبته بحياتي كان موجود بعمان، يعني من المواقف بعمان السلطنه. انا سالت تاكسي، انا عندي بالكويت عادي اسال سؤال شلون رئيس الوزراء، يعني اسال واحد ها شلون رئيس الوزراء شالوه موجود للحين، ها استجواب، شنو الاوضاع، شنو الخطه، يعني عادي بالنسبه لي، هذا يعني هذا شيء طبيعي نقوله بدواويننا. ركبت ويا تاكسي، انا كنت جاي سيارتي، ركبت ويا تاكسي بروح مكان، فسالت التاكسي، يعني انا بالنسبه لي انه سؤال عادي، يعني ما اقصد فيه اي اساءه، يعني انا ممكن اسال هني بتايوان ما عندي مشكله. فقلت له منو رئيس الوزراء بعمان؟ فصفط على اليمين قال لو سمحت تفضل انزل. ايش دعوه، انا ما قلت شيء، لو سمحت صافط على اليمين، لو سمحت تفضل. قلت انا ما قلت شيء، لو سمحت قفلت ماشي. الخطوط الحمراء حيل مستعجله عندنا بدولنا. يعني اذكر انا ايام الاردن السنة ونص العجاف كنت بمطعم فلافل الفجر أنا وصاحبي، فسمعنا ضرب تحت، طاخ طاخ طاخ، ضرب يا جماعة، ضرب الكف اللي يدش اذنك. المطعم دورين، فأنا وصاحبي الدور الأول، فنطالع من فوق، تصدق أنه نطالع الناس كلها تصدد، هذا نطق طق تكسر تكسير. أخذوه حطوه بسيارة بوكس ما فيها درايش، البوكس اللي ما فيه درايش، ركبوه سيارة بوكس ومشوا، ولا في أحد تكلم ولا أحد دافع عنه. في دول عربية ثانية كنت شابك انترنت، ايام الانترنت، ايام تليفوناتنا ما فيها نت، فكنت اتكلم عبر البالتوك، فانا حاط الميكروفون والسماعه واتكلم مع صاحبي. بعد شويه فصل النت، رجعت حق هذا صاحب الكافي نت، قلت له لو سمحت النت فصل عندي. قال انا اللي فاصله، انا ما بيشرفني واحد بيتكلم هيك عندي، ايش دخلك يعني مكالمه خاصه بيني وبينك ايش دخلك؟ المواقف الحدود، واحده على الحدود لابسه نظاره كبيره، حدود صينية الجوية، لابس نظارة كبيرة طبية، فطالع بالجواز طالع، قالت لي وقف، وقفت يمكن 10 دقائق أكثر، قالت لي دخولك للصين يشكل خطر، أنا مضطر أرجعك، شنو أقوالك؟ قلت لها إذا أنا فرد يشكل خطر على 1.5 مليار نسمة، أقوى اقتصاد في العالم، أكبر جيش بالعالم، إذا أنا فرد أشكل عليهم خطر، أنا أطلب منك فورا تخليني أرجع. طالعتني قالت لي اوكي، اختمت الجواز دخلتني. خلني اقول هذه الكلمه بامريكا، شوف ايش يسوون فيني. بس اخلي لكم باقي المواقف بعدين، احنا شطينا عن موضوعنا الاصلي. تجربه ممتازه في هذا المكان، يعني اذا زرت تايوان زور المكان هذا، يستحق. هذا محل ابو دبدوب، شوف الدبدوب هناك. لقيت لكم انظف ثوري في المكان هذا، راح اعطيكم تفاصيله الحين. هذا من الفن التايواني، الثوري التايواني، مو تايواني عادي. شوف أنظف ثوري ممكن تشوفه، شوف هذا ترى حصري وخاص، يعني هذا الثور كان داخل، ترى ممنوع الدشة، مكتوب ستاف أونلي، خلوني أصور لكم. قالت لي بس ترى هذا مو خالص، مو للبيع للحين. قلت له حتى الثوري الصجي مو خالص، مو للبيع للحين، لا باعه أمس.